استقبل السوريون خبر انتشار فيروس كورونا بمجموعة من النكات التي انتشرت على وسائل التواصل، وبدأ بعضهم ينتقد فكرة الكمامات وبعضهم الآخر يستسيغها خاصة في تركيا، إلى أن أعلنت أولى حالات الإصابة في البلاد، ليتخذ الأمر منحا جديدا ويبدأ الخوف الحقيقي من الوباء. هلأ حقيقة ببداية تفشي وباء الكورونا كان في نوع من الاستهتار، حاليا يعني مع يعني معالجة المسألة بشكل كتير كبير بوسائل التواصل الاجتماعي بلش الوعي يزداد عند السوريين، ولكن يعني جدير بالذكر يعني بالنسبة للكورونا السوريين يعني أخذينه بشكل من العامل جدية، لأنه للأسف يعني السوريين يعني عايشوا جميع أنواع الموت. أغلقت المدارس والجامعات التركية أبوابها لأسبوعين قادمين، كذلك فعلت الروضات والمعاهد السورية الخاصة، وبدأ السوريون يغيرون عاداتهم اليومية، فلا عادت النرجيلة تشتعل ولا الكمامة باتت نكتة، ويجهد الجميع بالبحث عن المعلومة الطبية الصحيحة لوقاية عائلته وأطفاله من مخاطر هذا الفيروس. للأسف يعني في قضية استهتار في التعامل مع هاي المشكلة، يعني لا احنا بدنا نستهتر فيها ولا كمان يعني يكون في مبالغة في عملية التعامل مع هاي القضية. نذكر اخوتنا السوريين انه هذا المرض ممكن يعني نمر فيه وبدون ما يسوي اي مشاكل، ننبه على قضية انه هذا المرض ممكن يكون ناس حاملة له يعني ومعدية وما عنده اي اعراض. في كمان 80% من الناس انه عنده اعراض طفيفة نفكر انفلونزا او رشح بسيط، في كمان 16% من الناس عندهم اعراض قوية يعني، وفي 6% ممكن يكون عندهم اعراض خطيرة، طبعا ممكن حالات الوفاة من 1 إلى 2%. بدأ السوريون في تركيا بتغيير عاداتهم اليومية شيئا فشيئا كلما صار الوباء أقرب وأكثر جدية، عين على الأخبار الواردة عن حالات الوفاة المتزايدة في العالم، وعين على معلومات الوقاية من الوباء وطرق تفاديه. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.